السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزول في الله والأحباب، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. معكم لطفي ورانا على المباشر في قناة المغاربية. اليوم رانا 12 فيفري 2024، وراح نتوكلوا على ربي ونستهلوا في حصة جديدة من حصتكم فرغ قلبك، الحصة اللي نتلاو فيها مواضيع مختلفة تحكي على الجزائر الوضع العام وجنرال، ونتناقشوا مع بعضنا اسكو سي بيان سي با بيان. بيان سور كيما نقول لكم، واحد ما هو فاهم، واحد ما حاط روحه هو اللي يعني القاري فينا، جوست نتبادلوا افكار، ها اون سيشونج دي زيدي هكا، وعلى بور وش رايك كذا، حاب نلاحظ كذا كذا، ولا دائما في اطار الاحترام. شويه تليفونات منا، شويه سكايب، شويه واتساب، شويه هكذا، لي زينيتي نحرق لكم شويه لي زينيتي، ولكن المهم بركه سي كن نستفادوا من هذه الحصه ونشوفوا بعض الاحداث وبعض الاخبار كالعاده. في الحصتين نبداو بابتي زابينغ، شوفوا برك في لي ريزو سوسيو واش صاير، ومن بعد كنرجعوا. Béjaïa, la petite Mecque. Sous la dynastie Hammadide, Béjaïa, brièvement renommée Al-Nasiriya, par le sultan Mansur Al-Nasir, était bien avant Alger la capitale du Maghreb central. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السومة تاعو 11500 مرحبا بكم. Découvert l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays continent. C'est le plus grand pays du continent africain. C'est une variété de décors, de cultures, de populations, une histoire réellement exceptionnelle. Et pourtant, c'est un pays où le tourisme est encore assez discret. Alors que dans les années 70-80, le tourisme était vraiment développé. Ça a vraiment beaucoup baissé. Et vous allez voir que c'est un avantage pour les amoureux de voyage comme moi, parce que ça rend ce voyage d'autant plus authentique. Je me suis rendu à Alger, effectivement. Je me suis rendu aussi à Gardaïa, aux portes du désert du Sahara, et puis à Timimoun, en plein cœur du désert, une autre oasis qui se trouve justement là-bas. J'ai passé une petite semaine, mais j'en ai pris vraiment plein les yeux. تروح للولايه حتى مستثمر باش يدفع الدوسي يلا كيزي يقول له قال لنا الوالي ما تكيزيش ما عادش غنم بلا راعي الدوله بلا نتاع كل واحد يحب يكون رئيس في الجزائر هذه كل مبروك عليك تحب تضغط وتكون رئيس كون رئيس من بلاصتك السلام عليكم دي كي راني شمي راني في الجزائر اليوم مخي حبس على شوف ليه بوفال ما سنسو اسكو سي نورمال ولا لا كيفاش باسكو علاش؟ لا بوبال سرقوها يبيعوها سي با نورمال خوتي جماعة، واحد فيكم عنده كونت سي سي بي لازم يسمع هاد الانفورماسيون. برد الجزائر دار واحد البيان صحفي غير كيما، يقولوا فيه باللي من تاريخ 10 فيفري 2024 سيتم اقتطاع الرسم السنوي لمسح الحساب المقدر ب 20000، يعني 200 دينار، وهاد ال 20 دينار يعني تاع العام اللي فات تاع 2023. لهذا الا دخلت الكونت تاعك ولقيت باللي مخصوص 20000 ما تخافش، لانه داتها الحكومه العاقله تاعك. خروجه مع اللايفات، ما يعرف باللايفات بالديك تلك الطريقه المقرفه البسه الغير محترمه، كلام البديء، صراع مؤثرة مع راجلها في الدار، صراع بيناتهم، يعني واش من راجل صراع مع ذكر اللي راهو في الدار، ولا صراع. حتى شفنا مؤخرا فيديو بالحق وين دار مع باباها في الدار، هذه راهي ما راهي لا في الأخلاق ولا تقاليد المجتمع الجزائري. بيجايا était appelée la ville aux 99 والي du fait de ses nombreux saints patrons qui y reposent. Entre le 12e et le 19e siècle, son surnom était la Petite Mecque. En effet, le 27e jour de chaque ramadan, les visiteurs affluent de tous les coins d'Afrique du Nord pour une grande prière collective en direction de la Mecque. انا كنت نقرا وكنت نخدم عندي دي ديبلوم وعلى
100 يورو راه في الجملين و 420 واقيلا هكذا قال حميد او يدير حميد. انا جيت نقول لك علاش طلع لورو، كاين سبب انت ذكرتهم ديجا، البزنسيه والبزنسيه بصح ماشي تاع الشيكولا ولا تاع الريحه، البزنسيه اللي يخدموا الطوموبيلات حميد فهمني. انا نعرف واحد ذاك النهار سمعت شي باسور حبت 10 كرابس 10 الكليو اكمام راني نسقسي البنات وشنو هي الحاجه اللي ديرونجيهم برا. انا اللي نديرونجيهم برا، شكون اللي ديرونجيهم برا؟ نتايا. انا حتى هو بدا انا بالذات سقسيهم وين راه ها ما كاش كاين الرجال دوك يجوزو تشوف ديرونجي بزاف البنات ديرونجيهم نورمال. واش هي كيخرجوا برا واش يديروا ولو مريحوا في الدار تعلموا طيب وها جات وحده ديجا دوك ديرونجيها والله ما تخافش يديرونجي ولا كل فيها موالف نديرونجيك ولا لا هاي الله غير موالف نديرونجيها والله انت انسان ديرونج ديرونجي ولا واش راكم ديروا هنا على ما والله يدوروا من الصباح وما طالعين هابطين طالعين هابطين ولا يا خالتي. دونك هذه هي العقليه دي زاد كيما كايا كاين البيان وكاين المال، هذه هي سي نورمال كيما هكا يا خالتي. دونك كاين العديد من الاحداث صرا والعديد من الامور صرا احنا كيما هكا خاوتي واش راح نقول لكم، لا سوسيتي فيها الناس يصلحوا فيها الناس ما يصلحوش، فيها الناس مش فاهمين انهم يصلحوا ولا ما يصلحوش. كيما هذا الشاب اللي قال لك انا نديرونجي نورمال في بنات الناس وعلى ما يقعدوش، يعني كانه هو مدخله في حاجه يعني. الله يهدينا على كل حال يا خاوتي وربي يستر ان شاء الله العديد من الشباب. بيان سور مازال ظاهره الحرقه ومازالت الى يومنا هذا هذه الاحداث. وجوستومون هذا الشيء اللي حابين نتكلم عليه اللي صرا في وهران عنده يومين، وشرات يعني كروشاج كبير وشباب على جال الفوت يعني للاسف الشديد تخلطت يا خاطي تخلطت يعني عدنا نحشم ونشوفوا هاد المظاهر 2024 يعني الشرطه والناس يضربوا فيها. داير صرات اكثر من ذاك في الفيديو الجاي اخويا المخرج نعتلكم هذا المقطع يعني، لانه كاين واحد شاب الله يهديه يا خوتي. على كل حال سمعت باللي حاكموه ضرب شرطي قريب قتلو، شرطي جاي يحفظ الامن ولا جاي يدير جاي تتفرج ماتش ولا جاي تضرب في الناس ضربوا يا خوتي. سمعنا باللي يعني شرطي يعني الحمد لله منع على شعره، لكن الشاب سمعت باللي حاكموه. هاو الفيديو تفضل خويا. شفت يا خاتم شفت حاجه توجع القلب يا خاتم توجع القلب. ربي يهدي هالشباب. انت جاي تفرج ماتش ولا جاي تضرب في الناس ولا جاي يعني شرطه جابدين يعني جايين يحفظوا الامن؟ مون جو ما با دير شكون كونتر شكون، سينو الناس دوك تقول لك او فريق الاخر واتهامات وذا، لكن لازمتنا نتجنبوا مثل هذه الامور هذه السيئه اللي ربما توحي انه الوضع في الجزائر شويه يعني مشحن، الناس قلبها معمر، لانك جينيرالمون تروح تتفرج ماتش فوت باش سي ان ديفيرتيسمون سي ان سبيكتاكل تتفرج باش تتمتع وكذا، ربحت ولا خسرت، لكن انها تفضل انك تهز حاجه تروح تضرب انسان باب ولاد ولا حاجه تروح كاش ما تقتلو تصبح انت قاتل عبد ما بقاتش لعبه ما بقاتش بالون ما بقاتش استعراض ما بقاش سبيكتاكل ما بقاش شو خلاص ولات تسمى قره يا لطيف الموت. وانا قلت لكم كيعود الوضع مشحن ياسر للاسف الشديد، الافات الاجتماعيه المخدرات الكاشيات الشركات هذيك تاع الخمر يعني البطاله كل الافات هذه تخلق واحد الازمه وتخلق عيبات كيما كا انكونسيون. ان شاء الله الشرطي هذاك يبرى وان شاء الله يعني يرتاح في اقرب وقت وان شاء الله تكون سلامات، اما الطفل هذاك ان شاء الله العداله تتهلى فيه. دونك يا خالتي فوالا هذه كانت فقط البدايه، راح نفتح شويه المكالمات لانه بزاف يعني شفت التعليقات تاعكم في اليوتيوب قلتوا ما يفتحش ما يخليش الناس تتكلم بزاف، معليش حنفتحوا شويه ربما حابين تعلقوا على الحصه قبل هذه وعلى جسمه هذيك الخلوطه الدبلوماسيه اللي صايره، ربما عندكم راي ربما عندكم اراء ربما حابين تعبروا. تفضل خويا المخرج اذا كان مكالمات، ديما نقول لكم كاين الواتساب وكاين سكايب وكاين تليفون نورمال باش ما تقوليش طولت علينا في ليزونيتي، ومن بعد كنبداو سيدي في الحصص تاعنا واحده واحده. تفضل اخويا المخرج. اغدرتهم اليوم تاع التكنيك ما كانش تليفونات خلاص. هيا معلش حاج توفيق. السلام عليكم يا الحاج توفيق، مرحبا بك ان شاء الله تكون بخير.
الأخ لطفي، حياك الله ونحيي كافة الشعب الجزائري وخصوصا الشباب المحترم والمثقف الواعي. الأخ الكريم لطفي، حبيت نقول لك أن الحقيقة تنام ولا تموت، تقدير الحيلة تقتل الشجاعة، أي يجب تعزيز الحوار السياسي وتوطيد الروابط الاجتماعية لأنها ضرورية وطنية لبناء الدولة الجزائرية. احنا كانت عندي معك تدخلات انت ولا مع الصحفي اخرين ديري 100 تدخل والحمد لله ما شتمنا مواطن، ما سبينا كما هذا الهواري تاع وهران. انا حبيت نرد عليه بطريقه علم، انا قريت في المدرسه الجزائريه ومدرسه الحياه قدس المحيان. انا حبيت نقول له مستر هواري دو اورو يو ار دونت مان يو ار سمول بيبي اي ثانك يو فيري ماتش مستر لطفي اي جود لاك ان يور جوب. هذه الاولى غادي نقولها بالانجلي والخطره الجايه غادي نجاوبها بالروسيه والالمانيه. غادي نقول لك احنا شكرا لك يا سي لا لا نحترم لطفي والله ما نسب لطفي، احنا قرينا هنا في المدرسه الجزائريه وكنا نتلاقوا معك كي كنت تروح الورقله تركب في الطاكسي كنا نركبوا لاريال نزيد الكاتي ونكاكي الهواري. هذا احنا ماذا بينا، احنا رانا جزائريين نتفاهموا، هذه الخلافات ما تبنيش باسكو الجزائر مبنيه على الشباب مبنيه على الوعي، لان الجهل 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 عدوه الوعي والتخلف عدوه العلم والرادعه عدوها النضج. احنا ماذا بينا يكون انسجام وطني ونبنوا الجزائر ونبنوها كاع الجزائريين بدون اقصاء، وان شاء الله نروحوا للتوافق الوطني والاجماع الوطني مع رجال الدوله ان شاء الله، ونبلغ سلامي الحار كذلك العمي الشريف تاع العاصمه نطلب له الصحه والعافيه وخصوصا عمي عبد القادر ونفس عبد القادر تاع الورقله ونفس تاع الجلفه. وشكرا الاخ الكريم وربي يعاونك سي لطفي. يهنيك ربي يحفظك، شكرا الحاج توفيق. نزيدو مكالمة أخرى خويا المخرج ونحبسو برك، هي هذه جست برك المقدمة. سي بو بكر من بجاية، سي بو بكر أزول يا لطفي. أزول مرحبا بك. بو بكر مشميني، بو بكر مشميني جات وايش ولاية بكايش. مرحبا. وقبيل تسكا أدسك وقبيل تسكا تموريو فيني تسكر ذاك اللي تقليو في السيتوين قوسن البوليسيين غير الدراعي والقناجي الدراعي والمندور مطنين باتنا انا جو سي با دوي باش هذه اللي كيبغاس اي ني با لوتور باش ديك دي لوسون دو ناسيوناليزم نجواري تاع الناسيوناليزم نجواري تاع سروك جان نكوني زي قبيله لا نكوني كانيك سقبنا من نور لو كان الصنريه تاع محمد دور نتاع تصحيح اللي النساء جافية اشتديتي تضرب شي سقفاليت بخميس شتي نسدان كيك الجرق مع ذوق غيريا وجدان المصريو تاني ميرتاسي بو بكر. ما فهمتش، فهمت غير ناسيوناليزم لوسون. على كل حال نحبسوا لهنا وراح نبداو جوستومون بين لوسون تاع ناسيوناليزم، درس في الوطنيه يا خالتي. راح نبداو الحصه تاعنا بان اكزومبل بارفي عن ناسيوناليزم وعلى حب الوطن وعلى الامانه وعلى المسؤوليه وكذا وكذا. هذا نبداوها منين؟ من لا هونغري يا خاطي، نديرو شويه كولتور جينيرال. لا هونغري البارح يا خاوتي عم بالكم هذا الاسبوع خرج هذا الارتيكل، هذا الارتيكل بون احكي لكم ابوبري عواه يحكي. هذا الارتيكل فيه يحكيوا باللي الرئيسه هذه الصحافه كتبت هذا المون تاعهم، كتبوا باللي الرئيسه تاعهم تاع بلادهم دارت العفو الرئاسي كما يديروا كل الدول العادي، يدير عفو تاع المساجين. من بين المساجين هذوك يا خاوتي اللي طلقتهم هذه الرئيسه، يعني اللي سيبتهم وخرجتهم واعطتهم الحريه، كاين واحد لقاو عنده دوسي تاع كريميناليتي داخله في الجرائم تاع الطفوله بيدوفيلي وحاله وكذا، هو داخل فيهم في القضيه هذه، فدارت قضيه راي عام وكتبوا عليها في الجورنال وقالوا كيفاه تسيب هذا السي وانتقدها الجورنال، جورنال اخت جريده صحفي. طبعا الصحفي ما دخلش الحبس ولا قالوا عليها اهانه هيئه نظاميه ولا هو جوست مدي في قال باللي راهي دارت عفو رئاسي من بين الناس كان هذا السي اللي نورمالمون ما يستاهلش، فطح عليها وقطعها كما ينبغي. فالدركة ما سمعناش باللي هذا السيد دخل الحبس ولا يعني قفلوا الجورنال ولا قالوا له يعني إهانة هيئة نظامية ولا كذا، بل بالعكس الناس لما قرأوا وزادوا توعاوا وشافوا باللي هذا الخطأ بين قوسين دار خرجوا في الطريق وندوا وداروا بريسيون كبيرة. تفضل هذا الجزء من الفيديو. Katalin Novak, proche du Premier ministre Viktor Orban, avait suscité l'indignation après l'apparition de cet article d'un journal d'investigation hongrois. La semaine dernière, celui-ci avait révélé que la présidente avait gracié un homme condamné dans une affaire de pédocriminalité. Un pardon accordé en avril 2023, en marge d'une visite du pape François à Budapest.
L'affaire éclabousse Viktor Orban, lui qui avait pourtant fait de la lutte contre la pédocriminalité l'un de ses grands combats politiques. Conscient du potentiel impact dévastateur du scandale, il a annoncé dès jeudi vouloir réviser la Constitution afin d'exclure à l'avenir la possibilité de gracier les pédocriminels. شوف دوخاتي سكوندال كبير وش هو وش ده هي اللي دارت جريمة لا سيبت ناس في العفو الرئاسي واحد فيهم كان داخل في هذه الجريمة يا ولدي احنا آلاف الناس تخرج والله لا على بالنا شكون يدخل وشكون يخرج ما يهمناش الصحافة تاعهم يهمهم شكون يخرج شكون يخرجت طبعا هي ذاك السيد ما تعرفوش هي ولا لا علاقة به ولكن حتى الدستور يسمح لها كما شفتوا هذاك الياضر قال لازم نعدلوا الدستور والمادة هذه يعني قانونيا هي محمية دارت وش قال الدستور الدستور قال سيبي ما يعني ما كانش مادة ما تعداتش على الدستور بس عدات على أخلاقيات الناس وعلى الحرمة وكذا وكذا دلبوا على هالدنيا الارتيكل قد عنده أسبوع سمانة خرجت الناس في الطريق وكيفاه ودار وكذا هي من المفروض سيدي تخرج يعني وتقول لهم أنا خاطئ أنا طبقت الدستور وانتم وش تكونوا مجرد شير دماء وما تسواوش وتحرك فيكم أيادي خارجية وكذا وكذا ومؤامرة إلى آخره لا يا خاطئ قيلوا خرجت في التهلي وش دارت حط أخوي المخ نسمع وش دارت Chef d'État, je m'adresse à vous pour la dernière fois aujourd'hui. Je démissionne de la présidence de la République. Après une semaine de polémiques et d'appels à la démission, la présidente hongroise a cédé hier soir à la pression. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai offensés et de toutes les victimes qui ont pu avoir l'impression que je ne les soutenais pas. J'ai été, je suis et je serai toujours aux côtés des enfants et des... قدمت الاستقالة تاعها على المباشر وطلبة السماح وش بيك الحاجة خير إن شاء الله ما كان والو قلنا بركة رم قالوك غلطتي وخرجتي وعالة أمانة المسؤولية ولا وش يا خد ضغط خرجوا كيما الحراك وتعمى مسيرات خرجوا ناس سيبري ريكلاميو هل دخلت على جورنال الحبس ما تخلش تهدد في استقرار الوطن خلقت لنا ثورة شعبية ودركا رانا بلا رئيس وكيفاه نديرو ودركا كيفاه كان فراغ دستوري ولا وش حيرة يا خالتي ناس تمشي بالعدل هل هذوما يكزيستي ولا قرينا عليهم بكري برك وقت عمر بن الخطاب جبد الكتاب وصرات واحد المرة وقت الخليفة الرابع تصرى درك يعني احتراما للشعب ونعترف بالخطأ تجي واحدة رئيسة تستقيل يعني هذه قصة خيالية خالتي ولا صح رانا صح عايشينها ولا لا بعد نكملوا القصة بعد لا ديميسيون تاعها يعني البارح ولا لو البارح خرجوا الناس في الطريق باش واش نقولوا والله نستعرفوا بها مرا فحلة وباينة باللي قلبها وباينة كذا نسمعوا الناس واش قالوا Peu après son allocution, des manifestants se sont rassemblés devant le palais présidentiel. Je suis très contente de sa démission, mais elle aurait dû le faire dès le début, comme beaucoup de gens dans ce gouvernement, parce qu'elle n'est pas la seule concernée. الناس خرجوا خاطي بحد قصر الرئاسة وقالوا دارتها ونورمالمون دارتها قبل. نورمالمون يا ولدك عندكم سمانه من اللي بدات الحكايه نورمالمون قبل وقتها قبل عندكم سمانه من اللي بديتوا تسمى بدات ماك نورم احنا نورمال ماكم في الحبس نورمال ماكم تحاكموا تجمهر غير مسلح اهانه هيئه نظاميه الاحلال ما نعرفش كيف يقولوا الاخلال بالوضع الامني ولا العام ولا الاستقرار ولا احباط المعنويات ايش بد عجب واكثر من ذلك يطالبوا تانا بما انك مشك وحدك عم بدنا انت تماكي طبقتي وش كتبوا لك وش عطاوا لك سينورا ماهيش تخير فيهم هي دوك اللي تقراسيهم تخيرهم بالواحد دونك الحكومه تاعك تانا مسؤوله هي تانا ديميسيوني واش يا جماعه واش يا جماعه مقارين الديميسيوني الحكومه لانها هي مسؤوله وشكون على راسه شكون وزيره العدل فتخرج وزيره العدل تفضل خويا Quelques minutes plus tard, c'est une autre alliée du Premier ministre qui a annoncé sa démission sur les réseaux sociaux. Judith Varga était elle aussi critiquée pour avoir donné son aval, alors qu'elle était ministre de la Justice, à la décision de la présidente. Où est-ce que nous vivons ? Où est-ce que nous vivons ? Où est-ce que nous vivons ?
علاه هذوما ما نشوفوهمش حنا في الاخبار تاعنا ونحاولوا نفهموا؟ قصه غريبه والله، قصه غريبه. رئيس يعني بكل صلاح قاعد يطبق في صلاحياته كمسؤول وطبق الدستور وقراسيا ناس يا سيدي، مش هو اللي يعينهم يقدر يخرج يقول شكون انا خاطي، انا ما عينتش، انا مشني مس. شفنا كي غير احنا الطفله هذيك مسكينه اللي ماتت في مسيله يا خاوتي، الله يرحمها يوسع عليها، طفله 5 سنين تلميذه، قتلها العساس لما راحوا الوزير التربيه قال لهم انا خاطي، واش دخلني انا، واش دخلني انا يا ولدي كيف خاطي، تلميذه تقرا تابعه تما، تابعه تما، والعساس راه تابع عندي القطاع تاعك وانت خاطي. وهنا تشوف يعني مسؤول كبير بريزيدون تاع صاحبي يكتب عليها الجورنال وما يدخلش الحبس وتدير ضجه في ظرف اسبوع والناس تخرج، على وش عزيت، على الحمص، على وش اهانه، على وين، وش كاين؟ لا لا لا، كيف تخرج السيد هذاك؟ قضيه عدل، قضيه شرف، قضيه عداله. تسمى يا جماعه تسمى فهمتوا تسمى احنا وين رانا؟ احنا في نوتر جالاكسي خلاص. لا ما الافضل يعني هذا نحكي لك مش غير على الجزائر، يعني نحكي لك على بعض الدول اللي مازال فيها الظلم. يعني كيفاش على الجزائر؟ مش نقدر نسيب لي فقط في الجزائر، يعني دي زيكزومبل برك. فتحير وين واصلين يا اخي؟ والله تحير. ويزيدوا يطالبوا باستقالته، هي شو الضمير اللي عندها كمسؤول؟ نشفع خالد النزار كان يقول جافي با الشوا، يفالي نتيري نكتب الناس، انا الله غالب. جافي توا كاش عنده الشوا مسكين هو، وكان الناس تكرموا. اه والله عنده الحق مسكين، قتل الناس، لا في با الشوا مسكين، تكرموا. وتزكيه يا جماعه وتصلي عليه ويوم حاجه وحداد عجب والله ما هم الساعات نقول احنا هم سيدي بابا. ومن بعد واش تروح تشوف؟ ها يا سيدي احنا نشوف واش كاين اخويا، مخش احنا واش كاين اخبار احنا، واش كاين تاع محكمه جنايات عين تيموشن الابتدائيه احكام، ها 18 شهر حبس نافذ لسعيد رياحي، وسنه حبس نافذ لابراهيم العلام عام، وتبرئتهما من جناية تهريب المهاجرين. وش داروا هادو؟ هل صحفي خرج كتب على قال واش واش دار هاد السيد؟ ولا هل يستاهل صح كيما هكا؟ هل يستاهلوا هاد الاحكام؟ يستاهل غرامه وبير سيدي؟ لكان سيدي حاب بصح انك تحكم له الحريه بيان سور، لو دار اهانه هيئه نظاميه واش دار؟ واش دار ما دار هذاك الارتيكل؟ اخلال الوضع واش دار؟ هل هز كسر؟ هل هز؟ نسمعوا احداث كيما هكا مخو كيحبس يا خي. عندي قلت لكم عايشين في اونوتر جالاكسي. والبارح ولا البارح حطينا خونا زكريا كيخرج مع خالته، فنزيدوا نشوفوها لانه على الاقل سيت اون ايماج اللي تفرح. شوفوا الناس اللي راهم في السجون يا خالتي، تفضل اخويا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا الله على الاحرار، دوله مدنيه ماشي عسكريه. نبتسم رغم الالم ونبتسم رغم المحن. مع ياسر السلام عليكم نعم يا خوتي، هذوما شباب راهم في الحبس، ولا صحفي يكتب عليهم ولا، وداخلين إهانة هيئة نظامية وكذا، داروا مشكل كبير وهدوا الجزائر وهدوا البلاد. شباب مرميين، فهمتوا؟ قلت لكم راهم في عالم وحنا ما زلنا بعاد يا خوتي، ما زلنا بعاد بعد، ما زلنا بعاد، ما زلت الطريق طويل. سي عبد اللطيف من بسكرة، السلام عليكم خويا العزيز، أهلا وسهلا. مرحبا بك. الله يسلمك اخوي. تفضل راك على المباشر اخوي عبد اللطيف. معكم في الفصل. اني لطفي وراك معنا على المباشر سي عبد اللطيف، مرحبا. الله يسلمك، ربي يعاونك وبارك الله فيكم على الحصه اللي تقدموها هذه. وتمدوا مجال الشباب والناس باش يخرجوا شويه واش كاين في هذا. الحمد لله. تفضل عبد اللطيف، تفضل نسمعوا فيك، راك بالواتساب، تفضل. الله
المشكلة خونا عبد اللطيف ما يسمعش فينا ولا تقطعت. بون الله غالب الريزو تقطعت. اسمح لنا خويا عبد اللطيف تقطعت، لي يدخل لي يتكلم يا خالتي مباشرة. تفضل زيدوا مكالمة أخرى خويا المخرج. تفضل اكتب لي الاسم من فضلك حتى كاني ما نسمعكش. فوالا عبد الغني من وهران. السلام عليكم سي عبد الغني. الله يسلمك يا راجل، مرحبا بك، ان شاء الله تكون بخير. اهلا وسهلا. اول مره نهضر معك. ايه مرحبا بك، راك ضيفنا سي عبد الغني. الو تفضل تفضل عبد الغني، راك مع لطفي، راك على المباشر، راني نسمع فيك سي عبد الغني. اهلا وسهلا. اول مره نهضر معك. راك راك في التيلي، راك على المباشر. تفضل. الله يسلمك يا راجل. ما سمعناش فوقي يا عبد الغني، ولا قاعد يسمع من التيلي. لي يتصل لي يتكلم ديريكت اخوتي، يعني ما يسناش لا تيلي ولا حاجه. سي الاخت صابرينا. صابرينا السلام عليكم، مرحبا بك. الو السلام عليكم، يسلمك كوندو بيك. وهلا خويا، حبيت نتكلم برك على واش راهو صاري. الله يجيب الخير لبلادنا. امين. وكي هدرت على هذيك لي ديميسيونات وكامل، هنايا مدرب تاع الفريق الوطني بالماضي قالوا له ديميسيوني، ما حبش ديميسيوني يلصق، هنا اللي يجي يلصق، هذا هو المشكل. واحد ما يحب يخلي البلاصه لواحد اخر، لواحد اخر يخدم، هذه هي. وحبيت برك نتكلم على يا بوكو تشوز نهضروا عليهم. شنقريحه راه السعوديه ما ولاش. والله ما لقيت ما نهضر قوت كيف. سي با غراف، سي با غراف. ليسونسيال كي فكرتينا بالماضي، بالماضي ماشي ما حبش يديميسيوني، بالماضي لا مانيير اللي داروا له بها تاع شغل هذيك اللي غاضته هو. مي بون ا سويفر لافير، مازالت ابارامون راح يروح يشكي للفيفا حسب ما شفت في اخر الاخبار، لانه عنده ان كونترا. تفضل خويا المخرج تفضل. افير بالماضي. يوسف من غليزان. سي يوسف، سي يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك خويا يوسف، اهلا وسهلا. معالك يا رسول الله. لاباس الله يحفظك، اهلا تفضل. والله عندي واحد صدق، انا هربت من هذه البلاد، هذه الجزائر، مشيت لليبيا. ها قلت بلاد هذه شو الظروف وكاع، قلنا نمشي لليبيا كسما انا سرت وانا خدمه. لكن 10 شهور شت الويلات ثاني في ليبيا، ثم هربت منها من الجحيم هذا، رواد الجحيم الثاني، وعاود رجعت راني في البيت انا في الجزائر. لكن ما شفت حتى حاجه تغيرت في هذه البلاد، سيرتو في هذه الولايه. احنا نسكن في ولايه غليزان، ما كاش حاجه احنا نقولوا اللي اللي تخلي الشباب يكون عندهم شويه موال يطلعوا فين شريف، مكاش. راني نحسب في القهاوي من الدخله للخرجه في غليزان، بالك ديباسو 80 قهوه، معظم الشباب فين الصباح يمشي للقهوه، ما عندوش مشكل، ما عندوش شيء. الجزائر قالت لها طموح ما عادش يطمح، عاد دروك يخمم بيشرب فراخ وهو راه دخان. بعد 40 عام 45 عام 47 عام راني نشوف فيهم في هذه الولايه، ما وشيرت الولايه تاع غليزان هذه، جانا والي وراح والي، جانا والي وراح والي، جانا والي وراح والي، وكيف عاد كلهم وما تمشي وما تحوس به باغي يطلعوا لك المورا، قالوا دي ساحيلي ولا حاجه هكا كاش. السؤال هنا يبقى مطروح، اسكو المشكل راه منا احنا الشعب اللي لا حول ولا قوه عليه،
من حاسي دوك انا الوالي فما باغي ديزان ما يديرش حاجه لسيد الولايه ويروح يجي والي موراه شي يقول لك انا اللي كان قبلي ما دار حتى حاجه ومشى ما تحاسب ما حنا الولي هذا راه بعيد علينا ما نعرفو لا تحاسب ولا ما تحاسبش دوك المشكل عندي دوك اسبوع ملي يجي تسمع كاين شبيبه في بعضهم بعض الله يحسن عونهم الله يقويهم ان شاء الله شكرا لك يوسف شكرا على الشهاده تاعك سي يوسف لكن ليبيا وما يعني الجزائر الله يبارك هاك تشوف الله يبارك يعني ربما المنطقه اللي راك فيها انا نشوف الجزائر الله يبارك منوره لكن الله اعلم انت ادرى بن بريك من تي سلسل سي بن بريك مرحبا بك كل المتدخلين والى طاقم الحصه اهلا وسهلا ما فينا خص لا هونغري هذيك رئيسه استقالت احنا ما نفس لا هونغري احنا لا هونغري لا غونغرين بيرمانو وكان نحكي لك واحد القصه أكثر من الرئيسة هذه اللي استقالت احنا عندنا شوف اليوم باش تالي المواطن هذا هذه لاصينين يخدم قهوة جناب على خمسة الصباح داير الموطو نتاعو تحت الأنفال في الطريق قالها على الطريق وراح بلغ به مواطن قال لهم موطو مش واحد جات هذا الأمن تاع القرية الفلاحية يعني بداتها الموطو هو راح باش يجيب لها سيارة الله راح يخدمك بداتها لابريزات وخلاتها وراح كليه للقهوة على العشرة عيطت له قال لي من العشرة حتى نشفة تأسية بس تلقوني ما الذنب نتاعو علاه داري في الموطو سلمى واش يجيب بيها ويرغب ومعروف بورتو يتنقل بيها يا هل ترى انت يا المدير العام الامن الوطني تذكر رايح لخدمتك وتطيح لك السيارة نتاعك اونفان وتجاريها وتجي الشرطة تنفذها ما رد فعلك يا ولا لا 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 وزير العدل قال وقت اللي يمكن الجمهور يعطيك العدل واللي احمر باش يديروا تحتك قال لي فوتوني للعداله والسمانه هذه يشرع يعني باش تشوف ماذا بين المدير العام الامن الوطني يتشرف كمسؤول وراك مسؤول مسؤوليه تامه امام وزير الداخليه و45 مليون جزائري بيك بوزير العدل شوف اليوم حتى حقوق الانسان في جريدة الشعب هذا زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عرض الدوحة تجربة الجزائر في تكريس حقوق الإنسان سياسة اجتماعية متميزة تجعل كرامة المواطن وعيشه الكريم فوق كل اعتبار ركو ما عندنا لا قانون لا والو احنا الشعب اللي دايرين بكل الحد راه في عام امتداد هذا رغم الوالي الجديد هذا يعني معطلين المشاريع المباطنين المصالح نتوحهم لا حياة لمن تنادي خنشلة في الخبر تاع اليوم عشرة انتحار زوج شنقا واحد عمره 20 سنة واحد 23 سنة لابدنا احنا الدولة تشوف هذه البلد التي تتحدى هذه لا ولاية ديتيكيشن راها فيها الحقرة الميكرون ديستان بلعنا الطرقات عند قهوة ماسكير هذه على بالك ما عندنا من نشوف الطرطبارات ما عندنا من نشوف على الجنينة وما يدولهمش كباغت والله ما يدولهم يجوا مرة يدوروا كي شخصي طلع كلون ديسا قال لي ها نبنيتين يلف نجيب الليل الكباغة انتوها يا راش الله يعني ماذا بينا احنا تعدوا للمهم تاعكم بأسلوب حضاري كيف السيد رايح لخدمته الموطو ولا في تنجين واش كيف بيها وراح بيها ملغمة خاطي كاع مسكين الانسان هذا ما نحب قدر نقول وتحياتي ليك شكرا لك المتدخلين صوت المغاربه يحييكم ويلتقي بكم شكرا لك يا سي بن بريك شكرا لك ربي يستر يا خدي لكن كل واحد في المنطقه تاعو صايره كيما هكا ربي يستر نتمنينا يكون كان اعلام حر والناس الكل تحكي جوستومون واش صاير لكن مالوروزمون ما كانش دونك هذيك نرجعوا للحصه خويا المخرج نوقفوا شويه فوالا شكرا لك دونك بديناها بحكايه هذيك الرئيسه وخاوتي سي با سورتي يا سي با ماهمش ملاك ولا زعما يقولوا قصه ولا خياليه يمام في بلادنا يسوفيك تلقى الرجل المناسب اللي عنده الأمانة وتلقى مقابله صحافة عندها أمانة وكما قال خونا يعني الشعب تانا إلي كومبليس هو تانا لكن كنتش عنده من درجة من الوعي وما كما يقول حاج توفيق يكون ناضج ويكون واعي ويساهم هو تانا دونك سي ان تو ما تقدرش ترجع لا فوت في جهه واحده سي تو الموند الله غالب مخروبه في كيما نقولوا
من فوق للتحت الله غالب. ان توكا كاين ناس اخرين حابين يصلحوا يا خاوتي، ناس اخرين اليوم راهو 12 فيفري كما قلنا، و12 فيفري كان موعد واحد الفئه اللي هما بي دايس راهم يستناو فيها منذ مده باش يديروا تنديد امام وزاره العدل، يطلعوا استغفر الله وزاره العمل ويطلعوا الألجي قالوا لأنهم كل سمانة يديروا تقريبا في جميع الولايات كل واحد بحد الولاية تيعوا، لأنهم محتاجين يترسموا باش يبدأوا يخدموا باش يشاركوا في الكونكور ولا مهم باش يخدموا يا خاطي، الناس ما لحقوش. وهذه الفئة للأسف الشديد يعني بالنسبة للسلطات تم غلق الملف وصاي يعني صاي تفضت حكايتهم بالنسبة لهم هذا الدوسي لكلو، دونك راحوا اليوم وداروا وقفة نشوفوا جانب منها. تفضل خويا. دونك خاوتي فوالا كانت هذه هي الوقفه. ما تنساوش حاجه مهمه ونذكرها، العدد تاعهم راهو كبير يا خاوتي، لكن هاد الناس مالوروزمون ما عندهمش لي مويان باش يطلعوا للعاصمه، اللي يسكنوا في غليزان واللي يسكنوا في بسكرة ولا في قالما، لانه شفنا في هذا الاسبوع عقبت فيديوهات في الجلفه كذا، يعني ايزون با لي مويان، ما عندوش باش يكري حتى هذاك البيس ويجي الناس يعقد حالها. دونك هادوما اللي مثلوهم اللي طلعوا داروا الوقفه، هما ما همش يعني فارغين شغل باش يجيو تحت المطر ويوقفوا ويعيطوا، ولكن واحد ما سمع عليهم. السؤال اللي نرجعوا توجور للفقره الاولى هذيك تاع الصحافه اللي كتبت على الرئيسه، اين هي الصحافه لهنا؟ وين هي الصحافه؟ يا سيدي نقولوا في الجلفة ما كانش وفي قالمة ما كانش وما شافوهمش في عنابة ما شافوهمش في بارتو، علاه لهنا في العاصمة عندك وقفة ما تبعدش انت صحفي كانش مع كل الصحافة اللي موجودة في العاصمة ما يقدرش واحد يجي يغطي؟ وانا فركت يعني اليوم ما لقيتش، بالك غدوة ان شاء الله، ولكن ما شفتهمش يعني في الفيديوهات تاعهم قاعدين يهضروا مع الصحافة. علاه هذا مواطن جزائري عنده انشغالات، علاه ما تنقلش هذا حدث ديجا اعلامي؟ يعني كان امانه في التبليغ في الاعلام، علامك احنا شفنا قبيله الموضوع هذاك الاسباني ما سمعنا غير من جرائد لو موند هي اللي كتبتها وجاي تاع اسبانيا راهو انولي تاع اسبانيا، لا داخل لا في الخارج، وين كان اشكاليه وين كان مشكل؟ كنت تروح بالماضي درك تلقى 70,000 ارتيكل وتلقى 70,000 حصه والتحليل وش قال وش ما قالش وش كان راح يقول وش كان ناوي يقول وش كان قادر يقول وش ما حبش يقول، تحليل لكلش. اما لما يجيوهم ناس ويدخلوا يديروا وقفه ما فهمتش وعلاه الصحافه، هذيك قلت لكم البلاد سانتو يا خالتي سانتو، كان المسؤول كان الاعلام والشعب تانا شويه، الشعب تانا يعني حتى هما يعني نتاسف انه العدد ماشي كبير، لانه كل ما جاش كون جا العدد كبير ربما كان تحدي الضجه، لكن الله غالب ما عندهمش سكي برك بوزيتيف سكو، ما جاتش لابوليس ضربتهم ولا ضربوا لابوليس خلاوهم يندوا هذه للناس اللي ربما باش نكونوا منصفين. يقول لك في الجزائر الوقفات ممنوعه، هم دايرين وقفه عادي، يعني واحد ما شفتش وما سمعتش وما قريتش في التعليقات انه جات لابوليس ضرتهم ولا ضربتهم ولا سحتتهم ولا اعتقلتهم، جاو وقفوا داروا وقفات المعايطوا هربوا حقوقهم ما صرا والو. نروحوا نسمعوا واحد فيهم والممثل وش يقول، لانه دخلوا بعديك وشافوا الداخل باش اسكو كاين ريزولتا اسكو كاين وعود اسكو كاين امل. تفضل خويا. السلام عليكم. انا شخصيا راني كنت عند وزاره العمل الداخل، الامر اللي قالوا لنا المره اللي فاتت عاودوا لنا نفس الهضره، قالكم انتوما العقود منتهيه بيدو دايس ما كنتش تابعين القطاع هذا خاصه، قال لك انتوما ساريه، قال لك حنا هضرونا على الساريه اللي كانت خدامه واللي فودوها، قال لك انتوما ما كنتش تابعين لنا نهائيا.
عطينا له الحل، قلنا له احنا كيما سبعين لكم، احنا منين، احنا منين جينا، ما قامر ما شحال منين جينا، احنا قلنا الحل كاين جديد ولا ما كاش، قال لك ما عندي حتى جديد، هذه متى هذه بتسمع ما تقولش ما يدي، قال لك جديد ما عندناش. قلت له طلبت له الاحصاء، قلت له احنا ديروا له احصاء، قال لك احنا الاحصاء علاه نديروا ما نستفادوش منه، قلت له دير لي الاحصاء كيما درت لي ديال بي، قلت 2000 وشي، عطينا الاحصاء قال لك نشوف لي كونكور، قلت له انا اش نشاركوا كاع كلش راه يطلع. انا المطلوب منا احنا لازم نديروا وقفه هنا، ما نجوش بواحد ولا زوج، لازم تجوا كاع 150 ولايه نحوس يجوا بها عيطه، كل من الولايه يجوني 20 30 ولا يا خط. دونك شفتوه مساكن يتسألوا، يعني حنا تابعين الوش يا جماعه، حنا وش نكونوا يعني، يفهمونا يعني، حنا اخي لي زالجيريان ديجا هذه رقم سير منها، حنا مواطنين يا اخي عندنا حقوق ولا وش نكونوا تابعين الوش، حنا وش الوزاره تابعين، حنا حابين عمل اسكو رانا تابعين وزاره العمل، لا مالا تابعين وش وزاره الرياضه، حابين احنا نجريو على الدوسيات، بالك كلمه نجريو على روحنا قال لك ما دام تجريو فانتم تابعين للرياضه، لا مالا وش احنا حيطيست مالا وزارة البناء والتعمير، انتم تاع البني، لا احنا مش تاع البني، احنا حابين نعملوا احنا خدامين فيهم تاع التضامن فيهم كذا فيهم، فيقولوا له يعني مسؤولين ما انتم مش كنت تابعين لينا، ما عملناش ليش كنت تابعين احنا، تخيل هل هذا جواب، هل هذا حل للمشكل، بس كل وزارة ما تهمهاش حل المشكل، المشكل المهم يروح من عندي، المشكل يبقى على روحه، انا المهم دبر راسك خطيني برك ما تدرليش ربي سهل عليك. وطبعا هما في سلسله انه يفشلوا فيهم برك بهي عيام. عجبني غير السؤال في الملاحظه اللي قال احنا يعني جايين من القمر ولا حاجه، فكره ربما صح، هل احنا جايين من القمر؟ فقلت على ديك اليوم تبون دار اجتماع خويا المخرج وجوستومون باش دار رئيس تبون يترأس اجتماعا تقييمين الوكاله الفضائيه الجزائر، ها راح يلقى مالك صح جيتو من القمر، هاو الاجتماع اليوم باش يشوفوا اللي جاوا من القمر مع الوكاله الفضائيه، بالك يخدموكم انتم تابعين للوكاله الفضائيه، بالك جيتو صح من فوق جيتو من بلاد اخرى. على كل حال بعد هذا نرجعوا له الارتيكل اخويا المخرج ونبقاو نرجعوا للمكالمات، ونتاسف انه خاوتنا تاع بييد دايس يعني ما تلاقاوش حاجه ايجابيه اليوم للاسف الشديد، ربي يوفقهم ونبقاو نتابعوا فيهم. وإن شاء الله غدوة الصحافة تكتب عليهم بلاكي سون ريتار، كون نلقى غدوة نزيد أنا أيضا نحط وش قالت عليهم الصحافة. تفضل خويا المخرج، على كل حال هما ناشطين بزاف في الصفحات في منصات التواصل الاجتماعي، ميم كون يديروا فيديوهات ولا حاجة أنا ما نفوتهم وما ندخلش عليهم خلاص، باش الناس على الأقل تعلم بلي هذه الفئة راهي محتاجة، والضغط هذا ربما يساعد السلطات أنها تتحرك. ما نتمناوش يديميسيوني كيما الفقره الاولى يا خالد هذيك اللي حكيناها، باسكو يعني حاجه مستبعده. سي خالد من الجزائر، مرحبا بك سي خالد. اخي لطفي اهلا وسهلا، السلام عليكم. لو تعطيني الحصه كامله هذه ما نسكتش وتخلص الحصه في هذه المواضيع اللي تناولتها، الاستقاله رجال تصنعهم المواقف ورجال تصنعهم المواقع، فرق كبير، من يصنعه الموقف صنع نفسه، ومن صنعه الموقع صنعته أطراف أخرى، إذا نحولوا الموقع هذا يبقى لا شيء، يولي يموت ما عندوش مكان. نرجع الى هذا مشكل التشغيل، يودي الاف الطلبة من رئيس ابن عفنون امام وزارة التعليم العالي، الشارع كامل، لو تحولوا الثانويات والمدارس الابتدائية ما يستوعبوش العدد هذا في موجود تاع طلبة دكتور وما يستردو مانيش عارف واش. الناس هذو حاكمين المقاعد هذه يسخنوا فيها، عمرهم ما فكروا في الجزائر ولا ينتموا للجزائر ولا تغني بالوطنية هذيك للجزائر،
المهم راك حاكم المكان هذا، انا نختصرها لك. مره امام في صلاه الجهريه، المهم في العشاء ولا المغرب مانيش متذكر، التفت على اليمين وعلى اليسار، لقى الجماعه اللي الطابع في الصف الاول ما فيهمش واحد يقرا سبيح، يعني مسبيح تاع الحزب الاول. يقول لك انا كنت نخطا، وينه اللي صحح لي؟ جبد لي وراح حطه قدامه وخرج. راح قالوا له صلي بنا، قال لهم لا لا، انا قال لي عشتكم انا نعس بكم. هذه هي، هذون الناس هذون راهم يعسوا بالنظام. اللي يتحرك هذاك هو يصير له كلا. انت الشباب فهمتك. شكرا لسي خالد، فبناك رام يعسوا برك درك باش يعمروا الحباسات، هذه هي الفكرة. ماشي قاعدين ينشطوا باش يحلوا المشاكل، وإنما باش يعمروا ويعسوا في الناس ويرميهم. شكرا لك يا خويا سي سيد أحمد من الجزائر، مرحبا بك سيد أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، إن شاء الله تكون بخير يا سيدة. مرحبا، راكم ديريكت. واش راكم لاباس؟ الله يسترك، مرحبا بك سيد أحمد. يا أخي الحص وهذا تقي يعني هذا. على كل حال أنا حبيت نتكلم على واحد النقطة، وهي تطبيق القوانين. تطبيق القوانين غايب 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 شيء هذا في الجزائر. لو كان يطبقوا القوانين نعشيو لاباس علينا، ما خصنا حتى حاجة. هي تطبيق القوانين، احنا بلادنا بلاد الخير والناس لاباس الحمد لله. 99% دينهم دين الإسلام. واش يخصنا؟ ما يخصنا حتى حاجة. الناس اللي ماتوا على البلاد هذه ناس شرفاء، ماتوا على البلاد هذه باش الشعب هذا يعيش كما يحب كما تمنوا. نختصر لك يعني المشكل، نعطيك ان اكزومبل، جو فو دوني ان اكزومبل. لا ديال وي لا ديال، يا دي جون يا دي جون كي ميريت با يسكنوا. سي تا دي ماشي انا اللي نقرر يسكنوا والا ما يسكنوش. ما جازوش ميم با في استادير كيش يقولوا لا كوميسيون حتى احنا اون 2004 كي ديبوزينا لي دوسي تاعنا ايزون ايتي تريتي. قراوهم درسوهم بلي ما عندناش طبقه متوسطه، ناس معينين عندهم دراري عندهم اي با. يا دي جون لي داو، يا دي جون لي داو السكنه اي با. باش نزيد نقول لك اقسم لك بالله ما سكنوها، نقسم بالله العظيم ثلاث ما سكنوها. استناو ديزون من بعد باش يبيعوهم، يباعوهم ب كيفاش يقولوا هذيك عند النوتير. يا ربي سيدي تلفت لي تما مدوا لهم وهم عاودوا باعاها. بروماس دو فونت فوالا. تطبيق القوانين ما هو هي قانونيين نورمالمون لا ديال على الاقل تكونترولي الاخر تاعها، تكونترولي ناسها، تكونترولي فهمتك ولا الناس تكري ولا الناس تشري ولا فهمتك اخلط فيه. فهمتك السيد، هذا هو فارميني. شكرا يا سيد احمد، شكرا وصون برك، لكن فهمت. تما من ناحيه ديجا الناس ما تريسبكتيش لا لوا، ومن ناحيه ما كانش يعني رقابه على الناس اللي ما تريسبكتيش لا لوا، دونك تما كومبليسيتي منا ومن هي تما لي روتور. دونك سيد احمد يقول هذا هو، دونك ما كانش احترام لا منا لا منا. ابو زكريا، السلام عليكم يا ابو زكريا. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، معك لطفي راك على المباشر اخويا ابو زكريا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لاباس الله يحفظك، مرحبا تفضل. الله يخليك. واحد الحكايه عندنا سيدي،
عندنا احنا في البلديه تاع سيد الزفير كاين مرشي لا مكانش في اثيوبيا ولا في مالي ولا في مش عارف في اقصى الدوله في المعنى حتى شيء لا كلهم ما توصى ما توصى في ما في خلا مرشي راه هنا عندنا جارنا عنده جزر مياه جابوا لها البيتون وتعاود تجري فيها جاردة ودير فيها صالح جاب لها بيتون جاب لها واحد جاب لها حمرها بيتون هي ودا لها قريانز وخلانا وقدمنا فينا كلهم على الطفات. هذا يقول لهم الله يفتح عليك روح شوف هذيك الجرة قالوا فيها هذا. شكرا يا ابو زكريا، ما نعرف تكونوا سمعتوه يا خوتي، انا ما فرستش، لكن ربي يهدينا ان شاء الله والناس كل يعني قاعده. معليش قلنا اخر مكالمه. سي ادريس تفضل. سي ادريس من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك سي ادريس. واش راكم لاباس؟ لاباس ان شاء الله تكون بخير. تفضل. الحمد لله. يقول واحد المثل يقول لك تجبل لنا مرض يداويه بالقطران، قطران لنا مرض باش يداويه. مليح. هاي لغز الحصة يا جماعة. هذا اللي تكلم لك على الضياء صح حقيقة. ولكن الضياء الناس يتخلص وراه يتخلص زيادة هذيك تاع ليفري هذيك. مؤسسات الوهمية يقول لك شركة الوهمية. ال 5400 ألف زيادة هذه كان اللي شرعهم نحاولهم، وحنا على ما نحاولناش. وي ال 5400 ألف كاين بعض من الناس شرعوهم وربحوهم ونحاولهم هذوك اللي فري. يا ترى هذا حق ولا بطل؟ وزيد نضيف لك ثاني حاجة. هذا اللي تكلم سيدي بالعباس نشكره على كل حال، واللي كان مادام راه تقول راني قاري في المستوى، اي تحمد ماشي في المستوى، عباس مداني ماشي في المستوى، بورقعة ماشي في المستوى، وين كانوا؟ وين لحقوهم اليوم؟ في التاريخ. ولا انت اسفوا اسمع، والله غير الحلال بلاد حبيت اعطي. شكرا لك سي ادريس على المداخله تاعك. نواصلوا واش معاه قلت له يفتح اخي تليفونات. هاو كي نفتح تليفونات كيفاتون الحصه. نرجعوا للارتيكل يا خويا المخرج تاع الاجتماع اللي داروا اليوم تبون. واحد من المخارج تاع هذا الاجتماع هو انه يعني طرأس اجتماعا تقييميا للوكاله الفضائيه الجزائريه. دونك شيء جميل يا خاتي الوكاله الفضائيه باش جوستمون احنا نشوفوا شويه الاسباس، ما نبقاوش غير في يعني رجليناها لتحت، درك نروحوا شويه للفضاء يا خاتي ناقصوا هذه الوكاله. ولكن صايت رجلات لتحت، حتى الوكالات اللي تحت رجلات نروحوا نشوفوا الوكاله بركه تاع الملاحات. يعني احنا فيري الجيري فيري هذيك واحد الجون واحد السيد بعث رساله لعبد المجيد تبون باش يقول له سما قبل ما نروحوا الفضاء نشوفوا الساحل تحت برك البحار برك. تفضل اخويا المخرج. ها هنا لا شوف تاعنا تاع الجزائر باش ريزيرفيو راه ما عندنا والو. هاك تشوف راهي مخروبه سيد الرئيس، لازم تحل تحقيق عامين يا سكره. هاك تشوف هاي دخل سيد الرئيس. كنت شحال تستنى هنا الحاج؟ هذا كل منين جو نستناو هاك تشوف كيف عيطوا في النيميروات عندهم في النيميروات مش عارف في السيت تاعهم امبوسيبل. سيد الرئيس حنا تحقيق يرحم والديك. راه السيت ما قدرنا ريزيرفيو هنا. هاك تشوف لوبير هاي محلول هاي مخروبه هاي مخروبه لاجونس هاي ها او بمحلول راهي ظلمه ما قدرتش ريزيرفيها. ها نفيلمي باسكو مش حابشيش عليه الضوء. فوالا هاي سيد الرئيس ها رانا في لوبير. هاك تشوف سيد الرئيس راهي مخروبه في لوبير هذه عامين ياك باش نروحوا ريزيرفيو ونروحوا ريزيرفيو في ليل. هاك تشوف الجماعه كره مسكنه مسكن منه ما حبوش يفيلموا ما حبوش يتفيلموا
ها يا سيد الرئيس، حنا تحقيق رحمه الوالدين سيد الرئيس، وكرسي كرامي عيطونا باش حنا ريزيرفيو عندهم، اقسم لك بالله سيد الرئيس غير عيطونا باش ريزيرفيو عندهم لو كرسيكا، وما حبيناش، قلنا حنا ندعموا بلادنا خير. ايه روح تاع بلادنا. سبحان الله. تاع بلادنا خير. وعلاه سيد الرئيس؟ وعلى رانا محقورين هنايا. هاك شوف، هاي مخروبه عندها عامين. ما عندنا وين ريزيرفيو، تدخل على السيت تاعهم امبوسيبل. ها تروح لكورسيكا دوك فين ملك في كورسيكا بالفرح والسرور ارواح برك. دارونا بيل حتى 650 يورو الي روتور. انا في لوبيرا سيت الرئيس. هاك تشوف هذه لا جوست تاع الجزائر تاعنا وراهي مخروبه دوك. لا وزاد دي بروبريتير معليش، لا وزاد دي لوكاتير الواي كيف راه يتخلص. فهمت سيد الرئيس؟ عاوننا يرحم والديك، رانا ما لقيناش روحنا مع العصابه هذو. عصابه وراهم عندهم نيميروات باش نعيطوا لهم يريزيرفيونا في القهاوي، وعندي النيميروات سيد الرئيس، انا اتحمل المسؤوليه هذه. ما يريفونديوش كاع. لا لا كاين. شفتوا يا خال، هذه هي الوكاله في حاله مرمدخلة، هذه في اوبرا في لوبي في عند بلاصه يعني شيك معروفه يعني لاباس بها، والكرا لهنا غالي ما تقدرش تتصوروا، وهذه يعني في باريزه. هاك تشوفوا كيفاه السيد قاعد يقول لك هاي فارغه طب كحله من الدخل ما فيها والو. هاي سيد بون، هاي الوكاله هذه رجلها الساح وجدان، احنا للفضاء الناس مرمده والشركات الخاصه الاخرين ها يستقبلوك استقبال حار واقل مبلغ. ما تفهمش تسمى، هل عندكم صوار ما تحتاجوهمش، ولا هل ما يهمكمش، ولا هل هي هامله لهذه الدرجه؟ كان ناس عندها حانوت صغير عايشة به أقل منك 10 خطرات وعايش به، هذا حانوت كبير والله يبارك ما قاعد وفيه وتقدر وتريزيرفي به وكل شو مربي كي معك. عجب، رايحين احنا للوكالة درنا اجتماع الوكالة الفضائية. سيدي درو اجتماع في تيزي وز، وشفت واحد الناس يا خالتي قاعدين يهزوا في الماء ما تفهمش اون كيلاني، كون نحطها مواري بلون تقولي والله هذه تاع بكري خلاص هي اون 2024. تفضل اخويا نخرج خلينا نشوفوا معاناه الناس. اطفال شابات وعجائز كلهم هنا في رحله البحث عن قطره ماء، يقطعون مسافات طويله مشيا على الاقدام باعالي جبال قريه سنانه ببلديه ذراع الميزان في ولايه تيزي وزو، وعند الوصول لا وجود للماء، والسبب تراجع منسوب مياه الينابيع. طونطون سعي رمان صافي اون اني دسا انت انا كنت هما كاسيكي يسرز ماشي سي يعني كنت على بالك دي فوا دناف دي فوا دنت فرا باسكو يا بوكو دو موند خلا الغاشي قال انا توهم سياكي لا سوفرونس بو مانيك على بالك ام شطوحهم قران ديما شاك جور ولا نوكد على بالك سير خذ ما ديريكت ديالو. معاناة نقلناها للسلطات المحلية التي صرحت بالتالي. On a décidé d'alimenter la région avec les citernes. On alimente la région, on va renforcer le moyen citerne. En même temps, le projet la tuyauterie, elle est en cours. هي صورة لمعاناة سكان قرى ذراع الميزان مع أزمة العطش، والتي يمكن إسقاطها على الكثير من قرى الجزائر العميقة. شفتوا يا خالتي حير اون 2024 انا في الجيري وانا في تيزي وزو، راناش في زعما انا في تيزي وزو، والمسؤولين يقول لك لا سوليسيون ان شاء الله واش انا نطلعوا لي سيتيرن نطلعوا لي سيتيرن كون عيطوا الوكاله الفضائيه برك اش ما دارت لنا مادام عندنا وكاله فضائيه احنا راح تشوف لي سباس وطالعه علاه مطلع انت لي سيتيرن؟ ما زلنا في السيترنت والمشروع اللي تنكور مش حاس يقول انكور يعني بدا فض وين وصل يعني او جاي دوغا دوغا ان شاء الله او براحته الساعه سنه نكملوا الفضاء درك نبداو بالفضاء الناس كل في الفضاء عندنا اجتماع رئيس على الوكاله الفضائيه والمشروع تويوات هذوك مساكن هام كاين مادام كاين الحمد لله. هل اسكو سي لوجيك؟ Est-ce que هذا لو ريزونمون اللي لوجيك يا خالتي؟ سي فري كو لو تيتر اللي بو هكا الوكاله الفضائيه بس انت الناس مساكنه بالبادن او بالسيترنات مساكن اون 2024 شكون اللي حنستفادوا منها الفضائيه الوكاله الفضائيه ولا السيترنات؟ مشروع اخر تانا كيفي تري مالوكور يا خالتي وهدف العديد من الولايات وحكيناه تانا فيما يخص هذا الشباب والتشغيل وديما الترقيع يا خوتي كادوك لي كيوسك ولا لي ماغازان كيما شفنا هذاك تاع الجيري فيني قال لك هاي في لوبيرا في فرنسا ماغازان فارغ خلاص وما يستغلوه لا والو اي مش غير عندكم يا خويا
هذاك المغازان شريته الدوله وتاعها، ما نظنش انهم كاريين. لكن حتى المحلات في الجزائر العديد منهم يرضاوا تبقى مقفوله وما يمدوهاش للشباب. هذه في مستغانم في السونتر فيل. تفضل خويا المخرج. راهم في بلايص كوميرسيال شارع يفوت بزاف، هذا قادر دير غير الورد ولا بيع التبغ ولا حاجه، وراك خدام هنايا دوران بالعين، راهم في 3 سنين ولا 4، عندهم 4 سنين من محلين. ما خويا ما بوش كاع طلعنا عند بلديه باش زعما يعطونا نخدموا، وكاع حنا شباب انا قاعدين بلا خدمه. اي سون فيرمي دوبي بلوريت صافي لونتون سي تادير، اي بي سي ديفوني دي ديبوتوار، سي ديفوني على ميرسي دو نيمبورت كي. هاد لي كيوس مساحات تجارية من شأنها إنعاش الحركة التجارية وتوفير فرص عمل لشباب بطال الذين يطالبون بتقديم تراخيص لاستغلالها. نتمنى ما هذه السلطات يديروا لنا حل، الشباب راه يعاني من البطالة، وهذه ولاية راهي تخدم غير 3 مواس في الصيف. طلبوا من الوالي ولاية يتدخلنا في هذا الموضوع. قاعدين غير بالعين، قاعدين غير بالعين. أنا بغيت ندير قابلة تاع ديسير ما قبلوليش، وضربت عليهم ما قبلوليش. وكاني قاعد كيما هكا في عمري انا 36 عام ولا 37 عام راني داخلها، عندي بص في عمرها 3 سنين ونص، زيد اوتيست ومانيش لاقي روحي. شفت اعجب يا اخي، ساعات عندنا ديفو بروبليم، عندك كيوسك عليه قافلو والشباب يسنى كاينين مساكن، حتى طابله معليش ديباني عام سيدي لهذا وعام لهذا، لا يبقى مقبول. علاه يعني الوالي ما شافش، المير ما شافش، يعني الرئيس ما دارش تعليميه، يعني احنا شفناها وصعد والرئيس ما شافش. ساعات عندنا دي بروبليم ما تفهمش، سي ان بتي بروبليم سي اي فا با ريزودر ليكونومي تاع الجزائر ولا مي اي فا ريزودر حياه هذا الشاب. حياته الحمد لله على الاقل عنده خدمه كيوسك، واش من الفايده قافل له انت الكيوسك وما عطيهش حتى وين يخدموا عليه. علاه من بتيت ا بتيت شويه هذا شويه منا شويه هي، لا خلي كل ميزيريه تعيش، وكل لا اللي عنده الماء ولا اللي فواياجي ولا البي دايس كيف كيف بقاو ديروا في الله، وانت ما نمدلكش كيوسك. شفتوا امور صغيره، تخيلوا هذه الامور اللي حكيناهم احنا في الحصه حتى لهنا كلهم يتحلوا بسلاسه. خاطي ماشي لازم تكون عبقري وكبير ولا تكون بريزيدون كبير باش تحل هذه المطبع. ما قلتلكش انا حل المشكل تاع نيجيريا ولا دير لي وكاله الفضائيه سيدي، سي بون معليش ما نحا هذيك الوكاله ما نسحقوش الفضاء. لكن دي بتي ديتاي كيما هكا، ولما تروح للمسؤولين تقول لهم فوالا كاين دي جون ما عندهمش مساكن سوارد، هذاك المحل راهو قادر يحاول يفك له عزله. نشوفوا المسؤولين اسكو دايرين سوليسيون لهذا المشكل. تفضل. بالتواصل مع مختلف المصالح المعنية أكدت هيئات مختلفة إتمام إجراءات وضع العديد من هذه المحلات التجارية قيد البيع بالمزايدة، وإلى حين ذلك يبقى الترقب من أجل استغلالها وبعث فرص العمل والقضاء على جزء من التجارة الفوضوية. المسؤولين واش قال لك؟ قال لك احنا حنديروا مشروع، هادم لي ماغازان شتوهم لي ولاو بوباله حاشاكم خاطي، هادو كل هادو كل سيد لارجون، هادو كل حياه شباب مساكن كان قادر يفرج عليه هاد الماغازان وكذا كهم هم يرضاو يبقاو كيما هي. واش حديروا لهم؟ حنديروا بيع بالمزايده. يعني واش يعني فونت زونشير؟ تمسخر بيا. يعني واش هي فونت زونشير؟ يجيو الناس ها هم يشوفوا هاد اللوكال، ايا قداه نبداو في رايكم لوكال كيما هذا خاطي قدا يتباع؟ مش غير مليار، فوق المليار و200، فوق زوز ملاير. لو كان يجي واحد جروسيست يديه، والشاب هذاك مسكين وين حيلحق هو فوندوز انشير؟ بيع بالمزايده، كي تبيعوا انت بالمزايده من الاول تسمى قفلت عليه هذاك الشاب. ونرجعوا لحكايه لا ديال اللي هضرها خونا، تولي المعرفه وتولي كذا، سي نورمال اللي يمد مليار ما تكودوش يمد 100 مليون هكاك ويدي مليار ويبيع ويدي حانوت كيما هذا ماما. تيران كيما هذا يعاود يقسموا ولا يعاود يديروا، واش فيها كي تمد 100 في سبيل الله بركة ماشي رشوه. يعني ونشوفوا الشيخ شمس الدين يلقى لنا لا فورميل في سبيل الله بركة، من اجل الاخوه والمحبه ومن اجل كذا. كيفاه جون كيما هذا تقول له انت بيع بالمزايده؟ دونك هاو مقفول، هاو هاي تاكل فيه الدبان وهاو ولا بوباله. شوفوا هذا الاستثمار قداه يا خاطي، حيره. ها شوف بوباله لطيف. وهكا في العديد، والمواطن كيشوف العوج هذا يقول لك يا ودي والله ما تتعدل،
خليني نروح انا نبقى نتبعهم تما معوجه ولي حاكمها معوجه ولي الفوق تما مسكينه وفاهم مش وفاهم العوج منين جاي وخالوط الله يهديهم على كل حال. نرجع شويه للمكالمه يا اخويا المخرج شكرا ليك تحط لنا سكايب. المهم خبر مليح الوكاله الفضائيه راهي ان شاء الله راح حيسقمها ان شاء الله. عبد الرزاق من الجزائر سي عبد الرزاق مرحبا بك. السلام عليكم. واش راكم لاباسك مليح لطفي؟ لاباس الله يحفظك خويا العزيز مرحبا تفضل راك على المباشر. لو كان يمدوا الحوانت هذوك واسمه يغلطوا على بالك يقدموا الاستقاله تاعهم وبعد الاستقاله زيد تمشي للمسؤول الكبار الوزير تمشي ما يقدروش يمدوهم هكذا كبار يا اخي روحهم باباك كما الاستقاله تاع هذيك تاع لونغري لو كان يمدوا يغلطوا تمشي ثاني الوزير المدير يستقل ومن بعد يزيد يديروا الحراك يقول لك الوزير السكن زيد يستقل يقول لك الاخر ثاني زيد يستقل يا اخي خليهم هكذا خير يقعدوا هكذا نشوفوا فيهم وهم يدخلوا الدراهم بلاش فهمت لي. اما في الاخر تاع الوكاله الفضائيه المدير تاع حمزه ما جاش ما كيعينوا المدير جديد ان شاء الله ديك الساعه يفتحوا الوكاله راهي فارغه بلا كراسه فهمت لي. هذه هي الجزائر ديما خبر مليح على الاقل عندنا وكاله فضائيه عبد الرزاق. الحمد لله عندنا الوكاله راهي تخدم وراه كما نقول المهاجرين تاعنا طالعين هابطين الله يبارك وراه كما نقول الملاحه البحريه راهي تمشي ما شاء الله والحمد لله راه خليها هكذا خير علاش تزيدوا علاش هام انجازات سي عبد الرزاق وتقولوا ما كانش انجازات ها يا سيدي الحمد لله هام انجازات وعندنا وقال لك هذا قال لك يا سيدي الرئيس هاو اخي راه يجي في البعض يولي هاهم اسمه هاهم زادوا شراوا كما نقولوا البواخر تاع الترونسبور سيدي خليوها هكذا سيدي علاش نزيدوا نقدموا ان شاء الله مال الاستمراريه عبد الرزاق نعول عليك في الفوط ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها يا سيدي هاني تبون فكرت لك الكتور جديد هاي راح يفوتي وي ان شاء الله يفوتي تبون في الانتخابات الجديدة سي عبد الرزاق. جواد من وهران سي جواد مرحبا به. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا وسهلا. اهلا سي لطفي كيف اخويا لاباس؟ لاباس الله يحفظك مرحبا بك. الحمد لله ربي شكر بون كاين باش ما نطولش عليك كاين واحد السؤال باغي يخلي لك تعطيه التوفيق تاع بالعباد. شوف نعم. قول له هي يشوف لنا اصحاب الهونغري هذوك المجتمع المدني تاع الهونغري اسكو عجبوه ولا ما عجبوش هذا السؤال ليه والموضوع الثاني هو تاع بالماضي يا اخي بالماضي فشل في المهمه تاعه فشل ثلاث خطرات ولا راه يدوموندي في دراهمه ماشي حق عليه ما هوش ما عندهاش الحق باه يدوموا في الدراهم. انسان فشل فشل. حسن شحاته ربح ثلاثة تاع كؤوس افريقية متتالية. خسر في لاكوب دي مون خرج. بلا ما قالوا له لا تحيا شحاته لا نورمال. علاه في الماضي ما يديش كيما الكبار. علاه ما يديش كيما المدربين الكبار. ماشي حق عليه. إلا راه يدوموندي في الدراهم والله ما هو وطني والله ما عنده الوطنية ما كاش الوطنية شل تخرج. السلام عليكم سي وفي تبقى وعليكم السلام سي جواد ولكن تبقى بيان سور الحكم كما يسميوه مشروط إيدا دو موندا احنا مازلنا ما سمعناش لا فيرسيون تاعو إيدا دو موندا قلت له مش وطني لكن أي لاصقة في إيدا مشروطة تسمى مازلنا ما عملناش هما ميقولوا سي نورمال لازم تسمع ديما للطرفين وحنا بمعرفتنا بالماضي اون سو دوموند اسكو صح بالماضي يعني راح يدوموندي هك الله اعلم لكن ديما ايدا دوموند وحنا ما نتهموش الغايب لكن ننتظروا ان شاء الله وعلاه ولا كيفا وشكرا لك على الاناليز تاعك على كل حال سي جواد. واصل اخويا المخرج واصل سي محمد من الشراقه سي محمد اهلا وسهلا. السلام عليكم مساء الخير عليكم. ايه توحشنا صوتك يا سي محمد اهلا وسهلا عليكم السلام. الله يسلمك عينا من البكا يا سي لطفي احنا نتمناو يا ولو كان لاشين نتاعكم تساهم في الحلول
الا كان البكاء رانا نبكيو ملي بدات هذه لاشين هذا 2011 22 سنه حنا نبكيو وما كاش اللي سلكنا. شوف dans ce pays, il ne faut pas attendre un miracle avec un pouvoir pareil. C'est un pouvoir qui n'est ni militaire, ni un pouvoir civil. Il n'a ni les avantages d'un pouvoir civil qui s'appuie sur des institutions élues par le peuple, ni un pouvoir militaire qui a une discipline. حنا ما كان لا لا ديسيبلين في هذا البلاد ولا لي زانستيتيسيون. دونك الا كان حنا نكون نكملوا غير نبكيو 22 سنه وحنا نبكيو مازال ما لقيناش لالجيري با سون سورتير نو نالون با نو جون سورتير دو سيت سيتياسيون. وهاد الناس هادو رايحين يديونا الكارثه، ما رانا ديجا في الكارثه، راه لي زيشيك انترناسيونال دروك عندنا غير العدو. الناس كامل البلدان المجاوره راه عدو، الشعب عدو. هذا الحكم هذا يقول لك ضاربه، قوه ضاربه، قوه ضاربه راه يضرب في الشعب. دونك الا كان الشعب ما يلقاش اون سوليسيون، البكا في لاشين تاعكم لومور دو لامونطاسيون، اليهود عندهم لومور دو لامونطاسيون وحنا عندنا لاشين المغربيه اون سي لامونط عند لاشين المغربيه. انا على بها ما رانيش نعيط، عينا ما انا بيرسونيل ما عيط من البكا. انا حنا ماذا بينا لو كان تجيبوا لي جون اللي عندهم الكفاءه يسقموا رواحتهم. ils vont orienter ce peuple parce que le carité dernière on n'a pas structuré le mouvement le 22 février هذا هي الكارثه راحت راحت كلمه. دونك حنا ماذا بينا لو كان الشان تاعكم ساهم الناس في عوضي يعيطوا باش يبكيو، ماذا بينا يحبسوا البكاء وماذا بينا نلقاو الحلول لهذا البلاد. والسلام عليكم. وعليكم السلام. مداخلة في محلها يا خالتي. سي محمد يقول باللي الحراك كان موفمون كبير، كانت ماس ولكن تلاشات باسكو ما كانش مهيكلة، نيتي با ستركتوري، كانش فيش كون نمشي. محمد من الجزائر، مرحبا سي محمد. السلام عليكم خويا لطفي. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكون بخير. نحيي خوتي ونحيي قناه المغاربيه اللي راهي توري في هذه الاخطاط هذو، دوله مدنيه ماشي عسكريه. ويا خويا لطفي كيما تقول ساكن وراهم الصحافه، ما كاش خويا لطفي الصحافه، صحافه ما كاش خويا لطفي. واش من الصحافه اللي بقى، واش من الصحافه اللي كاين، ما كاش. اسمع اللي كانوا صحف الحرين اللي كانوا قتلوهم خويا لطفي، سي بون رانا في الجزائر ونعرفوا كلش غير ما كان له. وهاد الناس هادو اليوم يطالبوا، مازالهم يطالبوا يديروا، هادو اللي راهم يديروا الاخر اللي الاخر الاخر اللي لايف كيما هادو اللي وريتهم مقبله، هذاك الوقفات، هذاك الفيو، هذاك الفيو، هذاك اللي كان يدير لايف اللي في الفيرا هذاك، واش مازال يطالب؟ اش بيهم هادو؟ يروح مع خاوته ولا حبي يطالب يروح مع خاوته لو 18 هم خارجين، هم خارجين او هم خارجين الحراك لو 18، هما لو 18 وحنا لو 22 ان شاء الله. اش بيهم هادو؟ الناس مازالها طالب تبون، واش من تبون هذا علاه راه وعلاه حنا فوطينا عليه تبون غير شرعي تبون وعلاه يا دين الله. واش بيهم هادو الناس هادو مازالهم يطالبوا؟ يا شعب واش بيكم انتوا؟ انني حالي راكم تطالبوا يا خويا لطفي، هذا غير شرعي مازالين نهضر عليه، وين نقول له هذيك نوري له هذيك نوري له هذيك، هو العصابه، هو عصابه. وهذوك الحوانت يا خويا لطفي اللي كنت توري فيهم تاع الاخر هذوك تاع مستغانم ماشي ما حبوش يمدوهم خويا لطفي. انا راه في اسمع نعرف سيستم مليح، اسمح لي نكمل لك هذه الاخر الاخر النقطه. هذوك راهم يستناو تيبا خويا لطفي، سمعت على على يستناو تيبا. هذاك يسمى لي يديه في نهارو يخدم يسلع يخدم، جاي في بلاصه شابه في مستغانم يستناو تيبا خويا لطفي، ما فيها والو. سمعت هذوك يستناو تيبا يا خوتي الشعب الجزائري. اسمع الحل هو الحراك، ما كان حتى حل يا ربي. واش بيكم هذايا؟ سلام خويا لطفي.
وعليكم السلام، شكرا لك. هذا رايك سي محمد. ان توكا قبل ما نختموا خويا المخرج، كاينه ظاهره سي من السمانه اللي فاتت حاب نحكي عليها، هو انهيار قيمه الدينار يا خالتي والدوفيز الهب. ما فهموش الناس وعلاها ما كان لها حج، ما كان يعني ما فهموش الناس، انهيار رهيب. تفضل خويا المخرج الفيديو. خوتي واش صاري في الاورو في الجزائر؟ الاورو طالعه طالعه يا جدي. انا اللي حبيت نفهمها وعلاش راهو طالع الاورو، اس كاين الحج، كاين مناسبه، كاين واش راهو جاي رمضان زعما؟ راهو جاي رمضان العيد، علاش راهو يطلع الاورو هكذا؟ يطلع هو صح حتى 24200 تما 100 اورو بزوج ملايين و 420 الف. وهاد الصعود الرهيب تاع الاورو هذايا ما يضرش المغتربين اللي هم عايشين في اوروبا، ولا يضر اللي راهم طالع من البلاد ايتيديون، ولا جاي يحوس واحد ولا يروح يشري الاورو 100 اورو 100 اورو هكذا 100 اورو هذه يشريها بزوج ملايين و 450 الف بار اكزومبل. عباك هذه احنا في اوروبا هنايا في فرنسا يخدموا عليها نهار نهار تخدم تجيب هذه نهار نهار واحد، وفي الجزائر راهي شهريه. ما فهمتش انا اللي هو طالع من تما يشري الاورو يشريه غالي. وكاين اقسم بالله والله العظيم كاين عباد يخدموا هنايا يخلصوا وحده هكذا يخلصوا الخلصه تاعهم هاي للنهار، هاي للنهار يخلصوا 200 اورو. كاين عباد نعرفهم انا يخلصوا 200 اورو يخدم اونوار في الكحل. وهذا الصعود الرهيب هذا تاع الاورو ما يساعدش البزنسيه اللي يطلعوا يبزنسوا لي يخدموا السلعة القش يجيبوا من أوروبا ولا من الترك ولا بصح تساعد لي راهم يخدموا في فرنسا ويهبطوا للجزائر. يجمع تما يجمع 500 أورو تكفيه ياش بها لابل في قايتك. المهم قولوا لنا علاش طلع الأورو وخلاص هذا ما كان. تهلاو خوتي على بروشان. هذا يعني ظاهرات هنا مهمة لأن تقيس الاقتصاد الجزائري. شفت داير قناة النهار داروا ريبورتاج على هذا الشيء، وهم تانا تسألوا لماذا هذا الصعود الرهيب، لأنه يعني هذا يعكس الحالة الاقتصادية تاعنا، لأنه الجزائر كي تشري أطنان وأطنان تاع اللحم راح تشيهم يعني بسعر غالي، لأنه الدينار كي يطيح في السكوار كما يقولوا أو يطيح أيضا في لي بنك، يعني تولي تصرف ربما أموال أكثر وأكثر وخسائر يتكبدها الشعب. تفضل خويا المخرج. مستويات قياسية لأسعار تداول العملات الأجنبية بالسوق السوداء، أين تعدى 1 أورو 240 دينار جزائري في سابقة من نوعها، وضعية أرجعها الخبراء وأهل الاختصاص إلى جملة من الأسباب على غرار عملية ضبط الاستيراد العشوائي التي شهدتها البلاد لسنوات. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بالسوق السوداء قد يثير استياء بعض الفئات من المجتمع وسط غياب بدائل للتمويل بهذه العملات وتأخر عملية بعث مكاتب الصرف. السوق السوداء لصرف العملات الأجنبية لغز محير رغم عدم شرعيتها، إلا أنها تنشط في وضح النهار وبجانب السلطات التشريعية للبلاد، فهل حان الأوان لغلق هذا الباب؟ شفتوا خاطي دونك هما دو سوجي في بعضهم. ديجا السوق السوداء والسكوار، لانه عم بالنا ماهوش المواطن البسيط اللي حاكم السكوار، هي لوبيات كبيره ويتباع عادي ونورمال، وهو مارشي بارالال، والمارشي هذا بارالال يفلق الاقتصاد. ما كانش حاجه تفلق اقتصاد بلاد قد المارشي بارالال، اي بورتون هو عادي جدا يتباع وناس كل عم بالها ويبيعوا الاورو في حد ذاته، يعني العمله الصعبه. ومالكري ما كانش جوسكا ماتنو بعد 4 سنين يعني من الجزائر بداية يعني جيل الجزائر الجديدة مازال سكوار يتحكم في هذا الأمر. تسمى سابوف باللي راك مش متحكم في الوضع، يعني هذا يعكس تماما الحالة هذه. حاجة أخرى بيان سور قيمة الدينار، لكن وصلت إلى أرقام يعني قياسية وتاريخية، يعني من في تاريخ الجزائر ما نزلش لهذه الدرجة. تقدر تكتب عناوين تقولنا حسننا الاستيراد والتصدير وحسننا المشاريع وحسننا، لكن الأرقام كي تشوف قيمة الدينار مع الأورو ما تسكت. لكن صح تحسن الاقتصاد، لكن الدينار طاح، لكن تحسن التجارة، لكن تحسنت الوضعية، لكن تحسن الدينار في حد ذاته، لكن قيمته مع الأورو كانت تطلع شوية، لكن
هذه الارقام هي اللي فريمون تفضح يعني كل هذه الشعارات. على كل حال يا خوتي احنا نتمناو يعني مستقبل افضل لهذا الاقتصاد وهذا البلد وهذا الشعب، ونتمناو انه الحصه كانت في المستوى. فتحنا شويه مكالمات وشفتوا لما تفتح مكالمات الناس تروح في جميع الاتجاهات، يفولي كادري بركه، وغدوه نزيدوا نرجعوا بمواضيع اخرى. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.